السلام عليكم، صباح الخير. في الفيديو ده انا هتكلم على الـ AVR وفروقات ما بينه وبين الـ 851. كروسون طيبين، احنا على رمضان، فاحنا الجزء ده كنا المفروض نعمله في المعمل، بس بما ان مفيش وقت، الوقت مش هيكفي، الوقت قليل قوي في رمضان، فقلت خلاص الجزء النظري ده هو انا احسن اسجله لكم، وفي نفس الوقت الجزء العملي هو اللي لازم نعمله عشان الوقت يكفينا ونشوف ساعات الدوائر. طيب نتكلم سريعا على الـ AVR. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على الـ 851، والنهارده هيبقى شبيه قوي باللي احنا قلناه في الـ 851 مع بعض الاختلافات. يعني في الـ 851 قلنا احنا عندنا خمسه sources of interrupt، قلنا عندنا اثنين external interrupt واثنين تايمر وواحد serial port. طيب وقلنا احنا عندنا بالنسبه للـ 851 احنا عارفين عندنا ثلاثه بورتس، سوري اربعه بورتس، كل واحد 8 بيتس. فان هو احنا هنتكلم على الـ AVR ونتكلم على الاختلافات بالنسبه للانتربتس. طيب نتكلم الاول على الـ AVR. احنا اخترنا الـ 8062A او الـ 8016A، الاثنين بين تو بين كومباتبل، الاختلاف في حجم الفلاش ميموري والاي اي بي رام والرام، لكن غير كده هم كل كاركترستكس واحده، والبين تو بين كومباتبل، يعني البرنامج الكود اللي بتكتبه للـ 8016A هينفع للـ 8062A، الاثنين ذا سيم طبعا زي ما قلنا، بس اختلف في حجم الميموري. يعني لو انت شغال هنا هو على عامل حسابك مثلا انت شغال 1 كيلو وهنا شغال 2 كيلو، فانت لو كاتب برنامج على الـ 8062A على اساس ان هو 2 كيلو اي برام، مش هينفع طبعا، مش هيفت في الـ 8016A. يعني هو ده الاختلاف كسايز، لكن كريجسترز وك بريفرنس العمليه واحده، طريقه الكونفجريشن هي هي. طب احنا هنتكلم ان هو اول حاجه على الانبوت اوت بوت بورس اللي عندي. انا هتكلم على ال 8062A ال 40 بن اللي هو بيتحط على الديبوت اللي هو الديب باكج، دي انبوت باكج. عندي لاحظين ان هو عندي اربعه بورس، كل بورت حتى يعني في لون مختلف عشان بس نوري البينز بتاعته فين. ادي بورت A كامل من بي اي 0 من بي اي 7، عندي من بي بي نوت من بي بي 7، عندي من بي سي 0 بي سي 7، بي دي بورت دي هو الوحيد اللي هو من بي دي نوت لغايه بي دي 6، ان هو بيكمل الناحيه دي على بي دي 7، لكن الباقيين كلهم كانوا 8 بينز ورا بعض. طب دي اول حاجه هنلاحظ ان دايما ان اسم البين ان هو ودي مثلا بي اي 0 هتلاقيها مشتركه مع فانكشن ثانيه، يعني هنا في معناها ان هي شغاله دول فانكشن. في الحاله العاديه بي اي 0 ان هو ده شغال ديجيتال انبوت اوتبوت بين، استخدموا انبوت او اوتبوت زي ما انت عاوز، لكن ليه فانكشن ثانيه على حسب بقى انت هتست الريجسترز ازاي. يعني هنبقى نبص على بورت ايه، هنلاقي بورت ايه هنا هو متوصل على ايه، هو بيسمح انه ياخد 8 شانل انالوج من بره، يعني هو شغال ديجيتال وفي نفس الوقت ممكن يشتغل انالوج بس كانبوت، يعني ياخد ممكن ياخد من هو انالوج شانل انالوج فولت داخل من هنا. هو من جوه الحته دي هي في انالوج ديجيتال مالتي بلكسر، اوكي انا بشتغل كونفرتر، انا اسفه، وفي مالتي بلكسر هيسمح بواحده من دول هي اللي تعدي، يعني واحده من دول هي اللي هتبقى شغاله ات ديفن تايم هي اللي تعدي على انا بشتغل كونفرتر ويطلع لي الفاليو الديجيتال المقابله للانالوج سيجنال. ده هو 8 بت، هو شغال 10 بت ريزوليوشن، فبالتالي انا ممكن ان هو يعني عندي الفاليو بتتراوح، لو انا مثلا بشتغل عند 5 فولت يبقى لو انا بتكلم من 0 ل 5 فولت هيكافئ بالديجيتال من 0 ل 1023 بسم. طيب هنا هو هل يا ترى انا هنا هو لو انا شغاله ده انالوج معنى كده ان دول لازم يبقى انالوج ات ذا سيم تايم؟ لا، انت هنا هو ممكن تعمل كومباينيشن، جزء شغال ديجيتال جزء شغال انالوج، المهم ان هو بيسمح ان البين دي يدخل عليها انالوج فاليو. اوكي يبقى البورت ايه مشترك ما بين ان هو يشتغل كديجيتال انبوت اوتبوت او يشتغل ان هو ناخد منه انالوج سيجنال داخله للكنترول. وهنا البين بتاعتي اللي بتستخدم على الانالوج ديجيتال، انا عندي الاي ريفرنس والاي بي سي سي اللي هو الانالوج فولتج، ده بيبقى واصل دايما من الفي سي سي. هنا الاي ريفرنس لو انت مش عاوز تشتغل الريفرنس بتاعك يبقى 5 فولت، يعني مش عاوز تقول انا بشتغل من 0 ل 5 فولت، لا انا عاوز احدد فولت تاني من 0 ل 2 فولت مثلا، يبقى الريفرنس تايم ماكسيموم بتاع الانالوج ديجيتال يشتغل لغايه 2 فولت، فاي حاجه تدخل فوق ال 2 فولت يعتبرها 1023 مكافئ ليها. انما هنا فانا هنا اي ريفرنس انا ممكن استخدمه لو انا هدخل فولت مختلف عن الفي سي سي. اوكي طب مين بص لبورت سي. بورت سي هنا هو هنلاقي ان انا عندي تو بينز الاولانيين دول الاس كلوك والاس دي اي،
كلوك والديتا دول بيستخدموا في التي دبليو اي اللي هو تور انترفيس اللي هو زي الاي سكوير سي، ان انا عندك كلوك وعندك ديتا. البين دي ساعتها هتبقى باي دايركشنال انبوت اوتبوت، انت البرمجه انبوت وانت بتقرا، لو انت اصلا عليه اوت هتبرمجها اوتبوت، فده شغال في التو واير كوميونيكيشن. عندي الاربعه بيتس دول مشتركين في الجي تاك بروجرامينج، عندي ان هو جي تاك بروجرامينج تي اس اللي هو الكلوك والتي ام اس والتي دي دي انبوت والدي اوتبوت، دول في حاله الجي تاك. عشان كده لو تفتكروا لما قلت لكم ان في فيوز، لو انت عملت ديسيبل للجي تاك البيز دي هتبقى شغاله معاك، انا شغاله معاك طبيعي مش محجوزين للجي تاك. انما في الحاله العاديه هم في الحاله الاولانيه لما كنت عامله جي تاك اليهم فدول كانوا محجوزين للجي تاك. طيب نيجي نبص ان هو طبعا انا مش هبقى حافظه كل الاوبشنز دي، هنا هو ممكن تدخل عليها كريستال غير الكريستال اللي هي ممكن تدخل عليها او تدخل عليها كريستال من بره، ليها وضع تاني مش مجال احنا بنتكلم فيه دلوقتي. اوكي طب نيجي نتكلم على بي بي نوت، من بي بي نوت لبي بي 7 عندي الاربعه بينز دول اللي مستخدمين في الاس بي اي انترفيس. الاس بي اي انترفيس يعني معناها ان انا ممكن الكنترولر ده يشتغل ماستر ويكومينيكيت مثلا مع كنترولر تاني شغال اس سليف، او شغال مثلا مع اي سي زي الاي سكوير بي روم تبقى شغال معاها بتكومينيكيت معاها هي اس سليف وده اللي بيكتب فيها اللي بقى الماستر. فانت عندك ان هو الميزو والموزي والسيريال كلوك، وادي البين اللي هي الشيب سيلكت اللي هو السليف سيلكت اللي هو هيسيلكت سليف ويكومينيكيت معاه. فالاربعه بينز دول بيستخدموا في حاله الاس بي اي، وهم في نفسهم اللي احنا لو تفتكروا احنا بنستخدمهم في البرمجه عشان ابرمج الكنترولر ده عن طريق الاس بي اي. البي سي بيكوميونيكيت عن طريق البروجرامر، البروجرامر بيكوميونيكيت مع الكنترولر ده برضو عن طريق الميزو والموزي والسيريال بلوك. اوكي طيب عندي برضو هنا هو لو انا بصيت هنا عندي اي ام تي 2 ده اكسترنال انتربت، دي بين بتستخدم اكسترنال انتربت. انا عندي هنا ثلاثة اكسترنال انتربت على الكنترولر، لو جيت بصيت لهم هتلاقي منهم اثنين موجودين على بورت دي، اوكي بي دي 2 وبي دي 3، ده اكسترنال انتربت 0 اكسترنال انتربت 1 وده اكسترنال انتربت 2. في الكايل سوري لما كنا بنتكلم على الاي تي 51 قلنا احنا عندنا 2 اكسترنال انتربت بس، اكسترنال انتربت 0 واكسترنال انتربت 1، هنا عنده 3 اكسترنال انتربت. اوكي طيب من ضمن الحاجات برضو عندي البورت بي، لو تلاحظوا البين دي عندها مش بس انها تشتغل كريستال انبوت اوتبوت وقلنا ان هو ممكن تبقى اكسترنال انتربت، لا عندها كمان اوبشن ثالث فانكشن ثالثه اللي هو التو بينز دول متوصلين بانالوج كومباريتور موجود جوه، ده انالوج انبوت 0 انالوج انبوت 1 دول داخلين على التو بينز الكومباريتور بيكومبير بين تو انالوج سيجنالز جايين على البين دي. يبقى دول بس في حاله لو انا بشغل الانالوج كومباريتور ممكن تاخد تو انالوج سيجنال من هنا. اوكي في مين برضو انا برضو عندنا التايمرز، عندنا ثلاثه تايمر موجودين على الكنترولر ده، تايمر 0 تايمر 1 تايمر 2. لو تفتكروا في الـ 8051 قلنا احنا ممكن يا اما نشغل التايمر الداخلي ان احنا نعد بالكلوك الفريكونسي الداخليه، او يجي لي سيجنال من بره اعد البلسز بتاعتها. نفس الشيء هنا برضو يعني مثلا بي بي نوت بي بي 1 ادي تي 0 وتي 1، ان انا ممكن يدخل ان هو سيجنال هي دي اللي تدخل التايمر تبقى دي البيس بتاعت اللي بقى تعد البلسز بتاعتها تي 0 او تي 1. في برضو في تي 2 مثلا ندور عليها، ندور عليها مثلا مش شايفينها. هما الثلاثة ينفعوا بس أنا مش شايفاها دلوقتي. المهم نكمل برضو. ادي البين تو بين بتاع بريسل، عندي يو ار تي اكس وار اكس، اوكي موجودين على بي دي نو بي دي 1. اوكي في نفس الوقت احنا هنا شغالين ده هنا هو في حاله لو انا شغال ريفرسال اسينكرونس سيبك خاصه اللي هو يو ار هشتغل بالتي اكس والار اكس بس، لكن لو انا هشتغل سينكرونس يبقى محتاجه كلوك، فانا ساعتها ممكن هشتغل بكلوك جايه من على البين دي من بره وتبقى دي المستخدمه مع السيريال كوميونيكيشن. لكن في الحاله العاديه احنا شغالين يو ار شغالين بالتي اكس ار اكس بس. اوكي في برضو عندي بالنسبه للتايمرز لو تلاحظوا ان هو في هنا بين اسمها او سي 2، هنا في بين اسمها او سي 0، هنا في او سي 1 او سي 1 اي او سي 1 بي، دول ان انت ممكن لما وانت بتعمل شغل التايمر ممكن انت تطلع سيجنال بره بناء على التايمر بتاعك. يعني انت مثلا تيجي تقول ايه انا هشغل التايمر بتاعي مثلا على كل 1 مللي سكند، في خلت الوقت لما يحصل اوفر فلو بعد 1 مللي سكند تطلع اوتبوت توجل الاوتبوت بين ده هي من هاي للو او من لو هاي، فدي بنسميها اوتبوت كومبير.
ف تايمر 0 تايمر 1 تايمر 2 احنا ثلاث تايمر فيهم هذه الامكانيه ان انت ممكن تطلع سيجنال خارجيه بناء على التايمر بتاعك. انت بقى اللي بتحدد تطلع هاي تطلع لو تتوجل، ده بناء على الكونفيجريشن اللي احنا بنعمله من جوه. اوكي فكده هو احنا عندنا هنا فيتشرز كتير قوي ازيد من اللي احنا شفناها في الاي تي 51. الاي تي 51 احنا قلنا 2 تايمر 2 اكسل انتربت 1 سيريال، هنا لا ده انا عندي 3 تايمرز 3 اكسل انتربت، عندي تي دبليو اي، عندي اس بي اي انترفيس، عندي يو ارت اللي هو عندي يعني سيريال سواء سينكرونس او اسينكرونس شغال معايا، عندي انالوج انبوتس موجوده من هنا، عندي ممكن اعمل اجنريت بالسوس موديليشن ساعتها اللي هو بيبقى عن طريق اللي هو الاو سي 0 او الاو سي 1 او الاو سي 2، ده انا ممكن اطلع عليهم بالسوس موديليتد سيجنال عن طريق استخدام التايمر، عندي انالوج كومباراتور. هنلاقي الاوبشنز هنا كتيره جدا. احنا هنبتدي النهارده نشوف اول حاجه الديجيتال انبوت اوت بورتس وبعديها نتكلم على الاكسترنال انترابت. نيجي نبص على ازاي اعمل سيتنج للانبوت اوت بورت. اول حاجه بس نتكلم كده سريعا نشوف شكل الانبوت اوت بورت كسكيماتيك بريف. ده هنا هو دي البين اللي موجود على رجلين الاي سي، يعني لو انا قلت مثلا بور 0 مثلا بيت 0 يبقى دي رجل صفر من بورت اي او بورت بي او بورت بي سي او بورت دي، فالاكس دي دينوتد اي او بي او سي او دي، وان دي نمبر اوف بيت البيت بوزيشن جوه البورت. طب هو بيقول لك الجزء ده فور بروتكشن عشان ما يحصلش اوفر فولتج على البين فيتحرق، فدي هو نوع من البروتكشن الداخلي. المهم اللي يهمنا في الشكل ده ايه؟ ان انا عندي ان هو على كل بين على الكنترولر عليها بول اب ريزستور متوصل، ادي ار يو بول اب ريزستور بول اب ومتوصله بترانزستور على الفي سي سي دي علامه الفي سي سي بتاعي. فالترانزستور ده لو اون يبقى الجزء ده شورت، يبقى ساعتها الريزستور دي متوصله بالفي سي سي، يبقى كاني وصلت بول اب ريزستور على البين ده. لو ده اوف يبقى دي ان هو فلوتنج، يبقى ساعتها ده هنا تراي ستيت، انا مش عارف الفاليو اللي جاي عليها من بره الانبوت ولا هاي ولا لو، فبالتالي يبقى ساعتها دي مش واصله. يبقى انا هنا هو طالما الترانزستور ده يجي له هاي يوصل البول اب ريزستور او لو يديسيبل البول اب ريزستور، يبقى اكيد في ريجستر هيكونترول الكلام ده عشان اقدر اوصل دي او لا. طب انا بحتاجها في ايه؟ تعال نقول مثال سريع بالنسبه للسويتش. انت السويتش لما بتيجي توصله بتيجي تقول انا موصل ناحيه البوش باتن، انا عاوز اوصل البوش باتن ناحيه بالجراوند والناحيه الثانيه بوصلها على الكنترولر، ولما لما بدوس السويتش اللو بيحس ساعتها ان الكنترولر يحس باللو. بس كنا لازم بنربط الناحيه اللي هي ناحيه رجل الاي سي اللي هي داخله على الكنترولر، كنا بنربطها بمقاومه على البي سي سي عشان ما يبقاش فلوتنج. في حاله لو انت مش ضاغط السويتش كان ساعتها هتبقى البين دي فلوت، فكنا بنربطها ب 5 فولت عشان ما تبقاش فلوتنج. فهنا هو طب بدل ما اصلا انا مقاومه في السي من بره ما استخدم البول اب ريزيستور، ودي هنشوفها دلوقتي في البرنامج، ان انا لما احب اشغل البول اب اشغل بوش باتن بدل ما اوصل مقاومه بي سي خارجيه، لا انا هستخدم الانترنال بول اب ريزيستور الموجود على البين ده. كل بين دي البول اب ريزيستور بتاعته انت تعملها سيتنج او ديسيبل او انيبل براحتك، كل بين انديفيدجوال للثانيه. طب نيجي نبص هنا هو سريعا على شكل الريجسترز اللي بنستخدمها عشان اكونفيجر البورت. البورتس ان هو عندي عشان يقول انبوت او اوتبوت، طبعا هم كلهم بيت ادريسبل، واحنا شفنا في الاي تي 51 انت مجرد ما بتكتب على مجرد بتكتب على البورت بيعتبر ده اوتبوت على طول. هنا لا، انت ان هو لازم تسات الدايركشن بتاعت البين ده هي من الاول هي انبوت ولا اوتبوت، ممكن تغيرها بعد كده ديورنج البروجرام، بس انت لازم كل مره هتغيرها يبقى لازم تروح تغير في الريجستر تقول له انا هحولها من انبوت لاوتبوت او من اوتبوت لانبوت. اون ريسيت كل الاون ريسيت البورت بتاعي بيبقى كله انبوت، ادي البورت اللي بيحدد الدايركشن اسمه داتا دايركشن ريجستر. انا خدت مثال هنا على بورت A لكن هو نفسه بيمشي على بورت B بيمشي على بورت C بيمشي على بورت D، كل الحكايه ان احنا بس بنشيل حرف الA نحط مكانه B او C او D. فنتكلم على داتا دايركشن ريجستر هنا من اسمه داتا دايركشن اللي بيحدد اتجاه الداتا، هي انبوت للكنترولر ولا اوتبوت فروم كنترولر. وكل بيت من دول لو هي بصفر معناها انبوت، لو انا كتبت فيها 1 يبقى هي اتقلبت اوتبوت. فانس انشلايزيشن اون ريسيت كلهم انبوت كلهم انشلايز بزيرو، يبقى البورت ده كله اون ريسيت كل البورتس انبوت. جيت قلت انا هوصل لاد على بورت A دوت زيرو زي ما احنا كنا عاملين في الفلاشه اللي معانا، فجيت عملت ايه؟ جيت هنا هو يبقى لازم دي تبقى ب 1، فكتبت هنا 1
عشان يخلي البورت ده اوت، البين دي حدد في البورت تبقى اوت، والباقي يكسبته زي ما هو انشينج وفضل انبوت. طب ازاي بقى اطلع فاليو على البين؟ انا هنا حددت الدايركشن، يبقى ساعتها عندي ريجستر اسمه بورت ايه، البورت ده هو ده اللي بطلع عليه الفاليو. لو انا اون ستارت اب كله مكتوب عليه صفر، اوكي. لو انا حطيت هنا 1 هيطلع 1 على البورت، حطيت فيها 0 هيطلع 0 على البورت، اوكي. يبقى انا اول ما قلت دي اوتبوت هياخد الانيشن اللي موجود هنا هو بصفر، انت بقى عاوز تغيرها تخليها 1 تخليها لو زي ما انت عايز. يبقى انا لو انا حللت البيت دي في حد ذاته، لو انا قلت البيت دي اوتبوت، يبقى اروح اشوف البيت المقابله ليها في البورت هي دي اللي اكتب فيها الفاليو سواء هاي او لو، اوكي. طب ده في حاله الاوتبوت، في حاله الاوتبوت بحتاج الدي دي ار وبحتاج البورت. طب في حاله الانبوت احنا قلنا اون ريسيت هم كلهم انبوت، ماشي. طيب لكن البول اب ريزيستور انا قلت انا ممكن اوصل بول اب ريزيستور، البول اب ريزيستور دي بتوصلها في حاله الانبوت، يعني انا عاوزه هنا اربط البين دي بفولت طول الوقت عشان ما تبقاش فلوتنج في الحاله بتاعت السويتش مثلا. فانا هقول مثلا انا هشتغل على بور دي، اسيوم انا هشتغل على بور دي بيت 2، خلاص بيت 2 انا هخليها انبوت، هي باي ديفولت هي انبوت، ماشي. عاوز اشغل عليها بول اب ريزيستور، اروح في اعمل ايه؟ اروح لريجستر بورت، ساعتها الفانكشناليتي بتاعته ان هو ده اللي هيتحكم في البول اب ريزيستور بتاعتي. اقول انا عاوز اشغل على البين دي بول اب ريزيستور، يبقى اروح هنا اهو واحط فيها هاي، ساعتها الانترنال بول اب ريزيستور اللي واصله على البين دي هتبقى شغاله معايا، اوكي. طب اقرا بقى الفاليو اللي جايه على البورت ازاي؟ انا هنا هو كل ده كنت سيت اب للبورت، ان انا سيت اب ان هو انبوت وان هنا في بول اب ريزيستور، يبقى اجي عن طريق البورت اللي اسمه بورت انبوت، اوكي. ده اللي اقرا منه الفاليو اللي داخله على البين. يعني لو انا عاوز اقرا مثلا، قلت انا كنت بورت بي دي بورت دي 2، هنسيوم ده اسمه بين دي، يبقى هنا كده اسمها بين دي 2، كنت هروح اقرا الفاليو من هو. هنلاحظ هنا احنا هنا غير 851، في 851 في الكايل كنت بتكتب اسم البيت على طول وتقراها، يعني تقول بورت دي 2 يساوي، لكن هنا هو لا، هنا انت لازم تقرا، بتقرا الفاليو كلها على بعض. لو انا بنقرا الايفون بنقرا الفاليو كلها على بعض، واروح انا بقى اقرا اشوف البيت 2 دي كان فيها كام، يعني انا ما بقراش البيت انديفيدولي، لا انا بقرا الريجستر از هول، 8 بيتس على بعض، وانا اشوف الفاليو اللي تهمني من جواها هي دي. طب هناخد مثال سريع، فاكرين الفلاشر اللي احنا عملناه وانتم وصلتوه على الدايره؟ تعالوا نشوف الفلاشر بيقول ايه. الفلاشر انا هنا هو عاوز اوصل، كنت انا عامله فلاشر من غير حتى السويتشات، انا عامله فلاشر بس هاي لو هاي لو على بورت اي زي، خلاص هروح على دي دي ار اي، اوكي، وبقول له 1 شيفت ليفت دي اي 0. طبعا النوتيشن ده بالنسبه لكم غريب شويه، ده هنا بعمل شيفت ليفت عادي، كلكم عارفين الشيفت ليفت. انا بقول الفاليو عامل لها شيفت ليفت بعدد معين من البوزيشن، اوكي. هنا هو عنده في الهيدر فايل بتاعي، هو عنده هيدر فايل موجود فيه كل اسامي البيتس الموجوده على الموجوده في الريجستر. فانا لو جيت بصيت ان هو في ريجستر دي دي ار اي، هتلاقوا البيتس موجوده زي دي دي اي 0، دي دي اي 1، دي دي اي 2. دي معناها ايه؟ دي دي اي 0 يعني بيت بوزيشن 0، دي دي اي 1 يعني بيت بوزيشن 1، دي دي اي 2 يعني بيت بوزيشن 2. يعني كلمه دي دي اي 0 بالنسبه له في الهيدر فايل هي المقابله لرقم 0، دي دي اي 1 يعني مقابله لرقم 1، كانك عامل هاش ديفاين بالظبط كده، هاش ديفاين دي دي اي 0 بصفر، هاش ديفاين دي دي اي 1 ب1، هاش ديفاين دي دي اي 2 بالفاليو 2، وهكذا. طب انا هاجي هنا هو، انا باجي بقول له انا عايزه البيت اللي اسمها دي دي اي 0 احط فيها 1، اوكي. فبعمل ايه؟ 1 شيفت ليفت دي دي اي 0 يعني معناها 1 شيفت ليفت بقيمه 0، يعني اكني 1 شيفت ليفت 0 هي نفسها 1، يبقى اكني في دي دي ار اي كتبت ايه؟ كل البيتس بالصفار والبيت دي بس اللي بوند، يبقى انا خليت البيت 0 اوتبوت والباقي كله انبوت. طب نيجي نبص بقى، انا دلوقتي انا هنا بس عملت سيت اب بس ما طلعتش لسه فاليو على البورت، انا عايز اطلع فاليو على البورت. انا كنت في الدايره بتاعتي موصله اللاد ان هو اللو هو اللي بينوره والهاي هو اللي بيطفيه، وانا عايزاه اون ستارت اب ان اللاد تبقى مطفيه، فكنت برضو بروح ايه بكتب هاي على البيت ده، هي بروح اقول البورت ايه، خلاص 1 شيفت ليفت بورت اي 0 معناها البيت بوزيشن اي 0 هحط فيها 1. طيب فبقول له اور يساوي، اور يساوي يعني ايه؟ بورت اي يساوي بورت اي اورد مع الفاليو ده، هي انا عملت كده عشان لو انا بورت اي، يعني دي جنرال طريقه جنرال للكتابه، ان انا ما اغيرش في اي حاجه كانت مكتوبه في بورت اي الموجود كله اسيبه انشينج.
اي حاجه اورد مع الواحد بتبقى واحد، واي حاجه اورد مع الزيرو بتبقى بصفر. فبالتالي لما دي هنا هو لو بالباينري هنلاقيها سبعه اصفار وجنبها واحد. فبالتالي اي حاجه اورد مع الصفر هتفضل انشينج، واي حاجه اورد مع الواحد هتبقى بواحد. يبقى انا كده عملت السيت للبيت زيرو وخليتها ب1، وبقيه البورتس فضل بقيه البورتس فضل بصفر. هدخل في الوايل 1 بتاعتي، هعمل بقى ايه؟ انا عايز اقول اشوف الحل اللي كنت عليها، انا عاملها توجل، انا عايز اعمل فلاشنج، فمعناها هعمل كل شويه توجل. انا كنت عاملها هنا 1 مللي سكند، كل 1 مللي سكند يتوجل، يعني فريكونسي دي نص هرتز. اوكي، فكنت بعمل ايه؟ اروح لبورت ايه، هعمل له اوكس اور يساوي، يعني معناها بورت ايه يساوي بورت ايه اكس اورد مع الفاليو دي. اي حاجه اكس اورد مع الواحد هتبقى توجل، واي حاجه اكس اورد مع زيرو هتفضل انشين. فبالتالي لما اجي اقول انا البيت زيرو كان عليها من هنا هو كان عليها 1، جيت هنا رحت قلت له اكس اور مع واحد، بقت واحد اكس اور مع واحد اتقلبت صفر. بعد كده بديت فانكشن ديلي، وبعد كده رجع تاني هنا هو، هي بقت صفر، الصفر عمل لها اكس اور مع واحد اتقلبت واحد، بعد كده الديلي وهلم جرى. طب الديلي هنا هو احنا جبنا منين فانكشن ديلي دي؟ هنلاقي ان انا عندي هنا انكلود هذا ضفته ديلي دوت اتش، الاي في ار عامل لايبرري، هو عامل امبلمنتيشن لفانكشن ديلي بالملي سكند وفانكشن ديلي بالمايكرو سكند. طبعا ده ديبندنج على الفريكونسي اللي انت مدخلها جوه البروجكت. انت لما تيجي تعمل بروجكت هتكومبايل من جوه، انت لازم تحدد له الفريكونسي. لما تحدد له فريكونسي هو هيجنريت الديلي اللي باستخدام هذه الفريكونسي اللي يطلع لك الديلي اللي انت طالبه. هو بقى هيشغل تايمر بطريقه معينه ويعمل لها سيتنج كونفجريشن بحيث ان هو يجنريت 1 سكند ديلي باستخدام الفريكونسي اللي انت محدده في البرنامج. اوكي؟ نيجي نشوف ده سمبل فلاشر باستخدام البوش بتن. احنا بقى المره دي قلنا هنعمل فلاشر بس ايه، لما اضغط على البوش بتن ساعتها يشغل الفلاشر، ده اللي احنا كنا عاملناه بال 8051 لو تفتكروا. طب نيجي نشوف هنا هو نفس الشيء، انا هنا هو كنت عامله 80 ميجا 32 ايه، هو ده مش حاطط انكلود الهيدر بتاعي. اوكي، وكنت ملاقي الديلي عشان هستخدم الديلي جوه، عشان انا عندي سويتش فانا كنت هعمل هنا الديباونس بديلي زي انا حبيت، انا حاولت اعمله بالظبط زي ما عملناه في ال 8051 عشان ما تستغربوش يعني. اوكي، طب ندخل بقى نشوف ادي انا هنا اقدام من الاي في ار، فانا حبيت اوريكم شكل الاي في ار هيبقى ازاي طالع بالاقدام، سوري من الكود فيجن، حبيت اوريكم شكل الكود فيجن بيطلع الكود شكله ازاي. اول حاجه هنروح لبورت اي اللي احنا هنحط فيها الليد واصله على بورت اي زي، خلاص فهو هيروح يسات الدي دي ار اي، خلى كل بيت فيها كلها سابها انبوت زي ما هي، كل واحده شيفت ليفت، يعني زيرو شيفت ليفت دي دي اي 7 تفضل صفر، دي هتفضل صفر ودي بصفر ودي بصفر ودي بصفر وهكذا اورد مع الواحد. يعني اكني كنت ممكن اكتب كل ده اشيله واكتب ايه 0 اكس 0 1 خلاص. طب ده كده هو انا عملت سيتنج للدايركشن، فاضل ان انا اعمل ايه؟ فاضل ان انا احط، عاوز احط انيشال فاليو. خلاص الانيشال فاليو بتاعتي انا كنت مطلعاها هنا هو، ادي بورت اهي، جيت قلت انا هطلع على بورت اي 0 هكتب 1، يبقى 1 شيفت ليفت بورت اي 0، يبقى دي كانها بالباينري 7 اصفار 1، وكل دول خليتهم صفر زي ما هم. فلما تعمل ده اورد مع ده اورد مع ده اورد مع ده، يبقى ساعتها هيديني اكنها بالظبط بورت اي بيساوي 1 شيفت ليفت بورت اي 0. نيجي في بورت دي، بورت دي بقى احنا قلنا عاوزين نوصل سويتش، هنوصله على بي دي 2. بي دي 2 انا مختاره بي دي 2 بالذات عشان لما نيجي نعمل برنامج الاكسترنال انتربت، الاكسترنال انتربت موجود عندنا على بي دي 2، فانا ما حبيتش اغير كتير، فقلت ايه خلينا على بي دي 2 زي ما احنا. اون ستارت اب احنا عارفين ان كل البورت انبوت في الدي دي ار دي سايبينها اصفار زي ما هي، مفيش مشاكل. فاضل ان انا اشغل الانترنال بول اب المكافئ للبيت ده، هي دي دي بورت دي 2 انا عايز اوصل عليها سويتش، هشغل الانترنال بول اب. يبقى اعمل ايه؟ اروح لبورت دي خلاص، واروح رايحه في البيت المكافئه بورت دي 2 اهي بي دي 2، واروح كاتبه فيها 1 كده، يبقى انا شغلت الانترنال بول اب ريزيستور اللي عندي في الدايره. اوكي، بدل ما احط ريزيستور خارجيه موصله بالهاي، لا انا هستخدم الانترنال بول اب ريزيستور الموجوده داخليا. وادي الوايل لوب بتاعتي بقى. الوايل لوب بتاعتي بتقول ايه؟ طول ما انا ضغط على السويتش شغل الفلاشر، شلت ايدي من على السويتش وقف الفلاشر. طب هنعملها ازاي؟ اول حاجه بس الاول قبل ما ندخل في الوايل، هتلاقوني انا الوايل هنا هو اللي هو بتشيك فيها على بين على بورت دي 2 نبصر الوايل ده، بعديها بيطلع دي احنا كنت ممكن ان انا اغيرها خالص ما تبقاش بالطريقه دي، انا عاوزه اطفي الليد، عاوزه اكتب فيه 1. انا المفروض ان هو ان انا مش هكتبها كده خالص، انا هنا هو كده انا هحاول ان انا
يعني هي دي صح، هي دي هتطلع صح، بس هو الطريقه الثانيه هي الاوقع. دي انا عملت ايه؟ ان انا قلت واحد شيفت ليفت فورت اي زيرو، اوكي بقى فيها واحد، قلبتها وبعد كده عملت مع اني انا ان هو دي كده انا عندي كده سؤال، عامل دي اور يساوي أكتب حاجة. انا بس عايز اعمل اكتب هنا اور، معلش انا عندي مشكله الزرار مش هيشتغل، فبشتغل بالاون سكرين كيبورد، معلش انا اسفه. انا هعمل هنا ايه؟ انا عاوزه ارجع اطفي الليد، فكنت بقول واحد شيف ليفت بورت اي زيرو خلاص، واعمله اور يساوي مع بورت اي، فبالتالي البيت دي عملتها سيتنج اللي هي بالنسبه لي انا هطفي الليد في حالتي انا. انت في الحاله عندكم انت كل واحد بيشوف هو موصل الليد عنده في الدايره ازاي، يعني في ناس موصله الليد ان هو الهاي هو اللي ينورها واللو هو اللي فيها. في الحاله دي هي كنت بتستخدم الطريقه اللي كاتباها في الجمله اللي قبليها. انا هنا هو بطلع فاضي عشان عايز اطفي الليد عندي. طب ندخل جوه الوايل لوب بنعمل ايه بقى؟ انا عاوز اقرا بين واحده من بورت دي، عايز اتشيك على بيت واحده من بورت دي، اتشيك عليها ازاي؟ اول حاجه هقول ادي بين دي كله، اللي انا هقرا البورت، هقرا البورت على بعض خلاص، ان هو ريجستر داخل، انت بتقرا حاله البورت على بعضها، وبعد كده بتروح تشوف بقى البيت بوزيشن بي دي 2 بكام. فانا هنا هو بنقرا البين على بعضها، البورت على بعضه بين دي، بعمل له اندنج مع مين؟ بقول واحد شيفت ليفت بين دي 2، واحد شيفت ليفت بين دي 2 معناها 0000100. اوكي، فانا اي حاجه اندد مع اللي هو يا تطلع 0000100 يا اما تطلع بصفر. لو كانت دي كلها على بعض بصفر يبقى هي اكيد هتساوي صفر، يبقى ساعتها هيدخل. لو مش بكده يبقى هي، لو هي كانت بهاي معناها انه مش مظبوط، فكان القيمه دي هتطلع نون ترو، نون ترو سوري، هتطلع بواحد. اوكي، فبالتالي ما بتساويش صفر، يبقى ساعتها مش حلو. يبقى انا هنا هو قدرت اقرا الحاله دي هي. طبعا انا هنا هو دي، بس انا عشان دي كده عشان اقول له بين دي اندد مع واحد شيفت ليفت بين دي 2، لو دي كلها كده على بعض بالصفر ايكوال ايكوال زيرو هيدخل، لو هي بهاي مش حلو. اوكي، معلش بشيلوا ده، هي لو الفايل اللي عندكم تشيلوا، بس لو موجود الكوز ده زياده شيلوه. اوكي، ده بالنسبه لده. هو نيجي نشوف بقى ان هو في حاله الاكسترنال انتربتس، احنا قلنا عندنا ثلاثه اكسترنال انتربت، نفس الكلام اللي قلناه في ال 8051 هنقول ان هو، بس هنا العمليه متوضبه اكتر، ان انتربت الاكسترنال انتربتس موجودين، البوابات بتاعتهم موجوده في ريجستر لوحدها. فاكرين ما كنا بنتكلم عن البوابه الرئيسيه، وكل اللي هو مثلا مين جيت بتاعت الكليه، وكل قسم ليه البوابه بتاعته الخاصه بيه. فاحنا كنا عندنا في ال 8051 كان عندنا ريجستر في الجلوبال انتربت انيبل، وفي البيتس الخاصه بكل انتربت، التايمر والسيريال والاكسترنال انتربت كلهم في نفس الريجستر. لا، هنا هو الاكسترنال انتربت موجودين في ريجستر لوحدهم اللي هو ده. فهنا هو هنلاقي ايه؟ عندي انتربت 0، انتربت 1، انتربت 2. اوكي؟ طيب ده في ريجستر اسمه جي اي سي ار، جنرال انتربت كنترول ريجستر. يبقى لو انا عاوز اكتيفيت انتربت 0 لازم دي تبقى بواحد، عاوز اكتيفيت انتربت 2 يبقى دي لازم بواحد، عاوز اكتيفيت انتربت 1 يبقى لازم دي تبقى بواحد. مجرد ان انا اسيت البيت هنا بواحد. طيب ازاي بقى؟ احنا قلنا في ال 8051 كنا بنقول في الاكسترنال انتربت، لو تفتكروا بنقول كان هناك هو عنده تو مودز بس، يا اما يشتغل على اللو ليفل يا اما يشتغل على النيجاتيف فولينج، يعني يا يتشيك من هاي نازل للو او يتشيك على اللو. فكان عندي حالتين فقط لا غير، فكنت بقول 1 بيت كافيه ليا. لا، انا عندي هنا هو عندي اربع حالات، السنس كنترول بتاعي اربع حالات. ايه الاربع حالات اللي عندي في حاله انتربت زيرو؟ لو يا اما يتشيك على اللو ليفل، يا اما يتشيك على اني لوجيكال ليفل خلاص، يعني هاي او لو او لو او هاي اللي هو بيتغير اي تشينج، لو جاي من هاي للو او من لو لهاي اللوجيكال تشينج ده هو هيخلي شيت انتربت، يا اما يشتغل على الفولينج ايدج بس من هاي نزل للو،
او رايزنج من لو طالع لهاي. يبقى انا عندي اربع حالات، يبقى انا محتاجه 2 بيتس يعبروا عن المود اوف اوبريشن ده هو. فندي لهم 2 بيتس على حسب 0001 1011. فهو عندي ريجستر اسمه ام سي يو سي ار. اوكي، الام سي يو سي ار بيعمل ايه؟ في 4 بيتس ان هو 2 بيتس خاصين باكسترنال انتربت 0 و2 بيتس خاصين باكسترنال انتربت 1. حتى من اسمها انتربت سنس كنترول اي اس سي، وبعديها يجي رقم الانتربت اللي هو اكسترنال انتربت 0 مثلا، بعد كده رقم البيت اللي بتحدد السنس كنترول. فانا عندي اي اس سي 0، اوكي بيت 0 اي اس سي 0 بيت 1. نفس الشيء هو بالظبط بالنسبه للاكسترنال انتربت 1، عندي برضه 4 مودز، بس ساعتها هتبقى اي اس سي 1 اللي هو اكسترنال انتربت 1، وادي بيت 0 بيت 1 بيت 0 بيت 1 اللي هيحددوا المودز بتاعي. فاضل طبعا احنا قلنا لسه في انتربت 2، امال فين البيتس بتاعته؟ دي موجوده في ريجستر منفصل. هنا هو ما عندوش غير بس 2 مودز اوف اوبريشن، يعني ده هنا هو انتربت واحد هتلاقيهم زي بعض. بالنسبه لانتربت 2 هو ما عندوش غير 2 مود بس، فولينج ايدج رايزنج ايدج. طيب يبقى احنا محتاجين بيت واحده هنلاقيها موجوده في ريجستر اسمه ام سي يو سي اس ار اللي هو اي اس سي 2 انتربت سنس كنترول 2. مش محتاج بقى يكتب صفر ولا واحد لان هي اصلا بيت واحده، فنسميها اي اس سي 2 انتربت سنس كنترول اكسترنال انتربت 2. اوكي طيب بقيه البيس اللي في الريجستر ده مالناش علاقه بيها، بس انا هتكلم عليها كده في السريع عشان زي ما قلت كده زي ما شرحت في اللابات. انا عندي اكتر من سورس للريسات موجوده على الكنترولر. في ال 8051 ما كانش فيه غير بس الريسات العادي اللي احنا عارفينه، توتال سيرفر ريسات خلاص انتهينا. لا انا عندي هنا في حاجات ممكن تنشيت ريسات للكنترولر. واحده منهم اللي هي الباور اون ريسات، اوكي اللي هو ما كانش فيه باور وانت وصلت باور، او انت عندك الدايره شغاله عادي ومحتاج انت دايس زرار دايس زرار ريسات، فحصل ريسات وهو اصلا اوريدي كان واصل من الاول. في حاجه اسمها براوت ديتكتور ريسات، براوت ريسات. براوت ريسات دي عباره عن ايه؟ في حاجه اسمها براوت ديتكتور موجوده على الكنترولر، انت بتشغله لو حبيت بتقول له تشيك على الفولت بتاع الفي سي سي، لو نزل عن فاليو معينه اعمل كذا وكذا وكذا. لا ممكن تنشيت ريسات في الحاله ده هي عشان انت على حسب السنسيتيفيتي بتاع الابلكيشن بتاعك، ممكن يكون سنسيتيفل قوي للفولتج لو نزل عن حد معين ممكن يبقى فيها مشاكل، فانت ساعتها بتشغل براوت ديتكتور تقول له لو حصل كذا اعمل الحاجه الفلانيه. فممكن انشيت ريسات لو حصل براوت ديتكتور ده عمل ديتكشن ان الفولت نزل عن قيمه محدده. في حاجه اسمها واتش دوج تايمر بتعمل برضو ريسات للكنترولر. ايه الواتش دوج ده؟ ايه كلب الحراسه؟ كلمه واتش دوج يعني كلب حراسه. يعني ايه واتش دوج؟ الواتش دوج ببساطه ده انت ممكن مثلا بتعمل كومبيوتيشن، مثلا عندك الجوريزم وداخل بتعمل كومبيتيشن، عارف ان هو كومبيتيشن ده هي عرضه ان الكنترول ممكن يهنج فيها مثلا لاي سبب، او ان هو المفروض مثلا ما تاخدش اكتر من ثانيه ثانيتين في الكومبيتيشن، لقيته ان هو قعد دقيقه هنج معاك بقى ودخل في لوب ما طلعش منها، فانت ما انتش عارف بقى ان هو هيقف فين. فانت في الحته ده هي بتيجي تقول ايه؟ انا هعمل تشيك جوه الالجوريزم بتاعي وهشغل تايمر معايا شغال في الباك جراوند، لو انا عديت زمن معين ما كنتش طلعت من اللوب دي انت اعمل ريسيت للكنترول. لكن لو انا خلصت اللي انا المفروض اعمله وزين اللوب ده هي قبل التايمر، اروح انا عامل ريسيت للتايمر عشان ما اعملش ريسيت للكنترول. يبقى انا مشغله معايا حراسه جنبي بتشوف انا دخلت في حته ما طلعتش منها ولا لا. طبعا برضو الجي تاج ممكن برضو يعمل ريسيت، فعشان كده ده هنا هو دي البيتس اللي بتقول في ريسيت حصل ولا لا، الفلاجز بتاعتها. بس انا قلت اقولهم سريعا كده، هو انتوا مش مؤمنين بيهم يعني، احنا مجرد بنشرحهم عشان اللي عاوز يكمل في الاي في ار هيقرا عن الحاجات دي ويبص عليها في وقت ما يبقى فاهم احنا بنتكلم على ايه. اوكي بس احنا دلوقتي لو انا بتكلم على اكسترنال انتربت 0 انا اكسترنال انتربت 2 انا كنت مهتميه بالبيت دي بس. يعني ده كان فور جنرال نولج كده، انا بقول لكم جاست نولج يعني. طيب احنا قلنا كل انتربت اكيد في فلاج، لما يحصل الانتربت ده لازم في فلاج بيحصل له سكند. الفلاج ده موجود فين؟ كل انتربت ليه الفلاج الخاص بيه، موجودين في جنرال انتربت فلاج ريجستر. ادي الفلاج الخاص باكسترنال انتربت 0، الفلاج الخاص باكسترنال انتربت 1، الفلاج الخاص باكسترنال انتربت 2. اوكي اي ان تي اف 0 اي ان تي انتربت فلاج 1 انتربت فلاج 2. اوكي دول كلهم طبعا ريزيرفد ان يوز. احنا طبعا اون ريسيت دول بالصفار، وهنا هو طبعا الاون ريسيت الانتربت ساعتنا برضو
تصفر معناها ان هي مش انشلايز. احنا قلنا ان ما فيش ريسورسز تبقى شغاله، انت اللي بتشغل اللي انت عايزه. اوكي طيب كده هو احنا شفنا، فاضل ان احنا نشوف مين. فاضل بقى الجلوبال انترابت بتاعنا فين. احنا كل ده عملنا سيتنج الانترابت بس برضه مش هيشتغل، لازم البوابه الرئيسيه تسمح الانترابت يشتغل. موجوده فين البيت ده، هي اللي هي الجلوبال انترابت بتاعتنا اللي احنا زي ما شفناها في الـ 851، موجوده في ريجستر اسمه اس ريج اللي هي البيت 7 اللي هي البيت ده. هي البيت 7 ده هي دي المتحكمه ان الانترابت تشتغل ولا لا. لو دي بصفر يبقى فيش انترابت هتشتغل، حطيت هنا هاي انترابت تشتغل. احنا على في الاي في ار في تو انستراكشن للاسامبلي خاصين بان هي تنيبل انترابتس او ديسيبل اول انترابتس، واحده اسمها اس اي اي واحده اسمها سي ال اي. اس اي اي يعني سيت انترابت انيبل. فاحنا لما نيجي نحب نعمل انيبل للانترابتس هنشتغل بالامر الاسامبلي على طول، مش هروح اكتب هنا، هو انا هنستخدم الامر بتاعها على طول. ولما احب كلير الانترابت هنادي الانستراكشن بتاعت كلير انترابت، هنشوفها دلوقتي في البرنامج. تعال نعمل مثال هنا هو سريع اللي هي اكسترنال انترابت 0 as falling edge. ازاي نعملها سيت اب؟ انا خدت برضو الكود اللي هيبقى جنريتد من الكود فيجن عشان يبقى لما تشوفوه ما تستغربوش. حاجه اقول ايه؟ انا عاوز اشغل اكسترنال انترابت 0، يبقى اروح فين؟ اروح للجي اي سي ار اللي هو جنرال انترابت كنترول ريجستر، اروح اكتب 1 في البيت ده هي اللي اسمها اي ان تي 0. كده انا بقول له انا هشغل، انا هانيبل اكسترنال انترابت 0 معايا، فلازم اكتب في البيت دي 1، هنعملها 1 شيفت ليفت اي ان تي 0 خلاص، والتانيين انا مقفولين فخلاص بصفار. طب نيجي هنا هو انا بفضل ان انا احدد سنس كنترول، انا بقول له فولينج ايدج. فولينج ايدج يبقى انا محتاج احدد الكود بتاع الفولينج ايدج. قلنا في تو بيتس بيتحكموا في الانتربت سنس كنترول. لو احنا بنشتغل على انتربت زيرو يبقى هروح لاول تو بيتس من الريجستر اللي هو ام سي يو سي ار. ادي انتربت سنس كنترول بتاع انتربت زيرو، بيت زيرو وبيت واحد. المود الفولينج ايدج اللي هو كنا بنكتب فيه 1 0، فبالتالي هكتب في البيت دي 1 واكتب في البيت دي 0. اوكي نيجي هنا هو طبعا ده بتاع انتربت اللي احنا مش محتاجينه. في مين فاضل بقى اللي هو الفلاج، ان انا عايز اريسيت الفلاج بتاعي عشان يبتدي بقى يشتغل يسنس لما اي انتربت يحصل. هنا غريب شويه غير ال 851، انت الفلاج اللي انت لما كنت بتعمل ريسيت كنت بتروح تكتب 0 على طول في الفلاج، يعني مثلا التايمر فلاج كنت بتقول سي اف ريسيت 0. لا هنا هو بيقول لك في الداتا شيت لما تحب ريسيت فلاج روح اكتب 1. دي مش معناها ان هو هيخلي البيت دي ب 1، هو معناها روح شغل السيركتري اللي هتخلي الفلاج بصفر. فهي الكونسيبت هنا مختلف عن ال 851. هنا when you want to reset the flag go write 1 to it. ده المكتوب ده اللي موجود فين؟ موجود في ال اهي. The flag can be created by writing a logical 1 to it. In our case احنا عايزين نبقى عايزين نحط فيها 1. اوكي فدي ما تستغربهاش، كل الفلاجز اللي موجوده على الاي في ار بهذا الشكل، لو تحب كلير للفلاج تروح تكتب 1. اوكي؟ طيب نيجي وهنا هو دي اللي انا قلت تو اكتيفيت الانتربتس، ان انا هستخدم الاس اي اي. بالنسبه للكود فيجن انا مجرد ان انا هروح اقول له روح نادي امر الاسامبلي هاش اي اس ام وادي له اسم الانستراكشن بتاعتي، فدي كان اسمها اس اي اي. ده بس الانستراكشن اللي احنا هنحتاج فيها نعملها بالاسامبلي في الحاله دي، اللي هو بالنسبه لو انا بانيبل جلوبال انتربتس او بديسيبل الانتربتس اللي هو كلير اول انتربتس. طب نشوف برنامج بيتجل اللاد لما بضغط على بي دي 2 باستخدام الانتربتس. اوكي ادي هنا هو الانكلود بتاعي، وانا هنا هو انا هنا مش البرنامج ده هتلاقيه مختلف عن اللي انا حاطه لكم. انا مش هشرح على ده وهشرح على الثاني افضل، لان هنا انا مش هشتغل بالديلي. اوكي بس عموما الطريقه اللي بنكتب بيها الانتربتس، ادي هنا كنت بعمل هنا انشاليزيشن للمين للبورت اي والبورت دي بتاعتي. اوكي وكنت بقى انشيت بشغل الاكسترنال انتربت عن طريق ان انا بعمل له السيت اب بتاعي هنا هو اهم، وقلت له انيبل الانتربتس. خلاص فين فانكشن بقى الانتربت سيرفيس روتين؟ السيرفيس روتين بتاعي بيتكتب بهذه الطريقه في الكود فيجن. لو انت بالاتم ستوديو مش هتتكتب بالطريقه دي، ليها طريقه ثانيه. احنا دلوقتي شغالين بالكود فيجن، فانا حاطه بتكلم بالكود اللي انت هتشوفه في الكود فيجن. بيعمل ايه؟ يروح جنريت فانكشن من نوع انتربت شبيهه جدا بال 851 بالكايل، شبيهه قوي بالكايل. في الكايل لو تفتكروا كنا بنقول فانكشن فويد بترجع فويد من نوع انتربت وبدلها رقم الانتربت هنا اهو. هو ده نفس الحكايه، ادي الانتربت وادي رقم الانتربت، بس هو هنا بيكتبه بتوين براكتس وهو معرف الرقم في الهيدر فايل عنده، بدل ما اكتب 0 1 2 هو مديله اسم
اوكي، وادي الفانكشن فويد بترجع فويد. طيب احنا ان هو ليه بنعمل بقى كده؟ لان هو اصلا في الاي في ار عنده 26 نوع انتربت، اكيد مش هبقى حافظه بقى 0 ولا 1 ولا 2 ولا، والله لو حافظاهم اكتب، لو مش حافظاهم خلاص. انت لو رحت بصيت في الهيدر فايل هتلاقوا الرقم ده مقابل رقم 2 حسب ما انا متذكره. اوكي، بس هو عموما الويزرد هو اللي هيكتب لك البتاع على طول، يعني مش محتاج توجع دماغك، الويزرد هيجنريت الفانكشن على طول اوتوماتيك. وكنا حاطين ان هو عشان الديباونس لو تفتكروا كنا عاملين ديلي، وبقول له توجل اللي موجود على البورت. هنا هو انا كنت عامله برنامج بيتوجل مش بيفلاش، سوري، كنت كل ما اضغط ضغطه يتوجل فقط لا غير، اضغط ضغطه يتوجل اللي. لو منور يطفي، لو مطفي ينوره، وهلما اجرب يعمل توجل. انا ان هو الكود اللي انا بعته لكم على التيمز مش شغال باللي هي خالص، لان دي برضه بتجربوها هتلاقيها مش شغاله معاكم حلو على الكنترولر. فطبعا انا بالنسبه للديباونس هو الحل الوحيد ان هو عشان يتحل هو المفروض بالهاردوير، يعني السوفت وير بنستخدم طرق مختلفه، بس عمرنا ما وصلنا يعني لغايه دلوقتي ما فيش طريقه نقدر نقول انها فيري فيري افيشنت. طبعا في طرق احسن من طرق دي، طبعا اسوأهم، يعني اسوأ طريقه ان انت تستخدم البري، بس احنا بنمشي بيها الحل ان احنا لسه ما اتكلمناش على نعمل ايه، وما كانش ده الهدف بتاعنا يعني. لكن انا كل فتره بدخل ادعبس كده اشوف في طريقه جديده ولا لا، اخد كود اجربه لقيته احسن اخده بدل الطريقه اللي قبليها ولما اجرب. اوكي، فانا دلوقتي هنفتح الكود فيجن ونشوف ازاي نعمل كومبايليشن لبرنامج من دول. طيب انا هنا هو لحظه معايا عشان اعمل شيرنج الكود فيجن. ادي هنا هو بقى الشير الشير. هنا هو انا عاوز اشير الكود فيجن. يعني هنا الكود فيجن معايا، فتحت الكود فيجن هكبره بس شوية. نيجي نشوف أول حاجة بقى في الكود فيجن بنعمل إيه. بروح أنا لفايل بقول له نيو بروجكت، عاوز تستخدم الوزر؟ هقول له أيوه أنا عايز أستخدم الوزر. هيقول لي تارجت أنو إي في آر تشيب؟ إحنا عندنا إي في آر تشيب أنواع مختلفة، في 80 تايني وفي 80 90 وفي 80 ميجا وفي 80 اكس ميجا. احنا عاوزين النوع اللي احنا شغالين بيه 80 ميجا، فانا لازم اختار له النوع لان ده طريقته مختلفه خالص عن ده هو. هنيجي نقول 80 ميجا. اوكي، هاجي من هو على الشيب، هتروح تختار النوع اللي انت حاطه عندك في دايرتك سواء كان 16 او 32، وبرده تختار اللي هو مثلا A ولا L ولا B، شوف النوع اللي انت مختاره مين. انا 80 ميجا سيرفس تو A. انا الكريستال اللي في دايرتي كانت 14.74، انت روح اختار الكريستال اللي انت حاططها في دايرتك. في ميكو جاب 16 ميجا، في ميكو جاب 11.592، حط الكريستال اللي انت اشتريتها خلاص. هنا هو بيجي يقول لك طب البروجرام تايب بتاعك ايه؟ احنا عندنا قلنا احنا البرنامج بتاعنا ابلكيشن، في نوع اسمه بوت لودر. اوكي، مش كل الكنترولز جاي عليها مكان البوت لودر. البوت لودر ده زي ما بتشوف كده في الاردوينو اونو، يبقى عندك الكنترولر بيكومينيكيت مع البي سي عشان يدمب الهكس فايل على الكنترولر ويرن منه. فانت ممكن تعمل هنا بوت لودر، هو بيدي لك بيقول لك البوت لودر ده السايز بتاعه من 59 وورد لغايه 2048 على حسب انت عاوز انا واحد فيهم. ده ممكن تستخدمه عشان تكومينيكيت مع البي سي وتبرمج انت الكنترولر عن طريق البوت لودر، بحيث يبقى كانه بيبرمج نفسه بنفسه، تبعت له هكس فايل فيكتبه في الفلاش ويرن بعد كده من الفلاش. اوكي، مش كل الكنترولرز بيجي عليها بوت لودر على فكره. طب هنيجي بقى تاني حاجه ان هو ادي بورتس. بورت ايه؟ احنا قلنا هنوصل ان هو لاد على بيت زيرو، هكتبها كده احولها اوت من ان، دي اي ان يعني ان، انا احولها اوت. وعايزه انا بالديفولت فاليو بتاعتي خليها واحد، انت شوف دايرتك بقى تخليها صفر او واحد على حسب دايرتك. هاجي على بورت دي اللي هوصل عليها السويتش، اروح لبيت 2 اهي ان. انا عايز اشغل الانترنال كولاب ريزيستور، يبقى هنا تي دي اللي هي تراستيت اشيلها ادوس عليها اخليها بي، يعني معناها شغل الكولا بريز. فاضل مين؟ ان انا اروح الاكسترنال انتربتس اقول له انا عاوز انيبل انتربت زيرو. خلاص هيقول لي انت عاوز انو مود اللي هو السنس كنترول، فاكرين؟ اروح اقول له فول. طيب اقول له كده بروجرام خلاص. انتوا عندكم اهو هتلاقوا دي تشيك، اعملوها ان تشيك، لان انا بص انا هوريكم ازاي تشيك. لو انا عملت كده هو قلت جنريت، ده بيوريني شكل البرنامج قبل لسه ما اعمل اي سيف. هتلاقي ان هو ايه كتب لي بقى اللي هو الفانكشن بتاعت الانتربت، بس حاطط لي بقى ايه جوه المين؟ حاطط لي كل البريفرنس الموجوده اللي عندي وهي ديسيبل، يقول لي دي ديسيبل في الوضع الفلاني مكتوب فيها كذا مكتوب فيها كذا مكتوب فيها كذا. انا الكلام ده كله مش محتاجاه خلاص، وانا هقول له لا انا عاوزه من غير دي خالص، اقول له جنريت. هتلاقي الكود ان هو قال بس التعريف بتاع الاكسترنال انتربت وبتاع الكورس
مش محتاجه اكتر منه. فاضل ان انا اخزن. هنا قبل ما تخزن بقى اوكي هنقول له جنريت سيف اند اكزيت، لازم اخلق دايركتلي اشتغل فيه لان هو هيخلق فايلات وحاجات كتير قوي. فانا هاجي مثلا بفرض ان انا مثلا جاي كده اهو اهو عامل كده اهو، هقول له تيست، عامل فولدر اقول له هسميه تيست اي حاجه. وهنا هو راح فين؟ احصى وحل وقف لي واضح ان هو في مشكله هنا، هو ما اعرفش في ايه، معنى الواحد تاني واضح ان في مشكله. ايه يا جدعان ملوش مزاج؟ طب خلاص هشتغل على ده مش مشكله. ايه هدي له سي فايل، هدي له اسم، هدي سي، هيقول لي دي اسم البروجكت، هقول له تيست، هقول له اديني تيست كده. هو خلق بعض الفايلات وخلق دايركتورز تاني هيحط فيها الاكس فايل لما نعمل كومبايليشن. فاضل ان انا اكتب بقى البرنامج بتاعي اوكي. تيجي بقى هنا تيجي انت هنا هو جوه الانتربت تكتب الكود بتاعك زي ما شفنا. انا هقفل ده وافتح البروجكت بتاعي انا اللي انا كنت عاملاه بقى، مش عارف اكتبه دلوقتي. اوكي فايل اوبن اللي هو بتاع الاكسترنال انتربت. خلاص ادي برنامج الاكسترنال انتربت. انت بقى تاخد البروجكت وتحط فيه الاكسترنال انتربت اللي انا هحطه على التيمز. اوكي انا هنا كنت عاملاها جوه الانتربت، بدل ما اعمل ديلاي كنت عامله الديباونس. اوكي الديباونس دي كانت طريقه لقيتها على النت عجبتني فحطيتها. اوكي بتشتغل ازاي الروبوت شويه. اوكي فانت مجرد بس تحطوها وادي الكود ايه اكس اور مع الباقي. فاضل ان احنا نعمل كومبايليشن. هقول له بيلد اول خلاص بيلد اول، هو هيروح يجنريت الهكس فايل. لو انت عملت كومبايل بس مش هيجنريت الهكس فايل، لكن لو انت يعني هيخلق بس اوبجكت فايل تعمل له جنريت. لما تعمله بيلد هو هيجنريت ساعتها الهكس فايل اللي انت هتاخده بالبروج اي اس بي عشان تبرمج الكنترول. وهقول له اوكي. طب فين بقى هلاقي الفايل ده؟ هو لو انت رحتوا على ان هو انا بس هعمل له شير بس الاول لحظه. احسن معايا تحط حالا دلوقتي. ما هو انا بس اشتري من ده. ما هو سيبيا. دلوقتي كده اوكي هتلاقي ان هو انا رحت الفولدر اللي كان فيه الدايركت بتاعي. لاحظ ان هو خلق فايلات مختلفه منهم اسم البروجكت بس اي تي اس ال ان اللي هو بتاع الاتم ستوديو سوليوشن، بحيث ان انت ممكن تاخد بعد كده هو تفتح والسي بي والسي برو الاثنين دول بيستخدموا بالاتم سوليوشن وعامل انتجريشن معاهم، بحيث ان انت ممكن تعمل سيميليشن للكود ده عن طريق الاتم ستوديو، فبيبقى محتاج الفايلين دول. ده البي ار جي ده اللي هو بيستخدمه الكود فيجن. انا لو جيت بس هتلاقي هو عامل دايركت اسمه ديباج، دايركت اسمه ريليس. في الديباج لو رحت فتحته هتلاقي دايركت اسمه اي اكس اي. اوكي هنا هو انا تاني كنت واقف هقول له بيلد او المفروض ان هو ينبوي لحظه واحده كده. واضح ان انا عندي مشكله ان هو مش راضي الفايل، مش راضي يطلع لي الفايل. لحظه واحده. سوري انا اسف، ما انا بفتح دايركت تاني خالص. انا اسف، انا بفتح، انا شغاله في البروجكت ده، فتحت البروجكت القديم. انا اسف لان هو ادي ديباج اهو. هتلاقي الهيكس فايل اهو اللي انا عامله دلوقتي الساعه 12:10.
اوكي ادي الاكسترنال فايل بتاعي اللي هو عشان حتى هشيله اهو يبان ان هو فعلا اوكي. وهذه هعمل ان هو بالاول اوكي. ده اللي انت هتاخده وتحطه في البروجكت اي اس بي او وات ايفر بقى اي بروجرام انت عايزه اشتغل بيه. طب بس نتكلم سريعا ايه الديباج وايه الريليز. الديباج اللي هو بيخلق فايل بتبقى فيرجن كبيره شويه بيبقى فيها تيست بوينتس وحاجات مستخدمه في السيميليشن. انما الريليز مود اللي هو بتقول لي طلع بتقول له طلع لي المينيمال كود من غير اي تيست بوينتس بقى ولا بريك بوينتس ولا اي حاجه خالص فيه، مجرد ان هو كود على الران فقط لا غير. ففي الريليز مود ما بيستخدمش في السيميليشن، اللي بيستخدم في السيميليشن هو الديباج. اوكي طيب كده ده اللي احنا كنا المفروض هنشتغله في اللاب. انت كده دلوقتي عندك تسجل ممكن تسمعه، ويا ريت تسمعه قبل ما تيجي اللاب الجاي عشان تبقى عارفين احنا هنشتغل نعمل ايه واحنا قاعدين في اللاب. احنا هنشوف الدوائر وهنعمل كومبايليشن واحنا قاعدين البروجكت ده هو، ونعمله دمبنج واحنا قاعدين. انت هتيجي بالدايره معايا في الفلاشر عادي خالص، واحنا في اللاب ساعتها هتعمل البروجكت ده هو واحنا في اللاب، وتعمله دمبنج على الكنترول واحنا قاعدين. فما تنسوش تحطوا السويتش لو سمحتوا البوش باتون. اشكركم جدا.